لا انه ما فيش لعيب من الدوري المصري او الدوري السعودي، ولا ده محتمل، ولا لا بتمشي لا لا، ازاي؟ واضحة واضحة. واضحة انه لا لاعبين من الدوري المصري او السعودي في الميريا في النسخة اللي جاية من الدوري. طيب فيما يخص كافاني، في كلام على كافاني؟ لا لا، مفيش. مفيش كلام على كافاني. خلي بالك احنا السياسه بتاعتنا في النادي بنحب نكتشف لعيبه مواهب صغيره ونعملها نجوم، تمام، مش ان احنا نجيب النجوم الكبيره. مفهوم مفهوم تماما. يعني ساعات بنستعين بلعيبه خبره طبعا عشان نعمل توازن، بس سياسه النادي عامه سياسه ان تجيب تصدر نجوم. مفهوم. في مدة قد ايه بعد 3 سنوات محاولات واقتراب ثم صعود، في مدة قد ايه شايفين الميريا بيشارك في اوروبا، شايف المرايه فين؟ بيشارك في دوري الابطال مثلا، دعوات اليوروبا ليج؟ هنعمل اللي علينا، بس مش عايزين برضه، عايزين نبقى واقعيين. ايوه. نثبت رجلينا الاول في الدوري الممتاز ونكسب احترام الناس، وبعد كده نبتدي يعني نبص للخطوه دي. ممتاز. رونالدو اللي هو الظاهرة، هو رئيس أو مالك نادي ريال بلد الوليد اللي تأهل معاكم، كان عامل وعد إنه هياخد العجلة ويمشي من أول وخد النادي، العجله فعلا. وخدها وشغال في الرحلة لغاية دلوقتي. هل كنت أنت واخد وعد على نفسك؟ انا كنت واخد وعد ان انا احج، وان شاء الله ما هروح شاء الله احج ما شاء لان انا الله ما حجتش قبل كده. ما شاء الله. والحاجه الثانيه، وانا في رمضان ما حلقتش لحد ما صعدنا، عشان كده يمكن في الاحتفالات كان طالع شكل دقني زياده شويه، بقى شهرين ما حلقتش. حلقتها خلاص، حلقت الحمد لله. وربنا يا رب يكتب لك الحج بإذن الله يا رب ويتقبل يا حبيبي. منك إن شاء الله. خليني أسألك بقى على، يعني لأنه كل وقت والتاني سواء في وعايز اقول صفقات، لك على موضوع رونالدو ده، اتفضل. لانه برضه صديقي، يعني ان رونالدو ده جيلنا كله واحنا صغيرين كنا نتمنى بس نتصور معاه، يعني صح فالواحد شرف ليه ان هو يبقى يوصل انه يتنافس معاه. صح دي فخر شديد الواحد بيحس بيه لما يشوف أسطورة. بالذات احنا في مصر رونالدو كانت شعبيته في الجيل كله بتاع الثمانينات ده كانت قويه جدا يعني. هاي خليني أسألك على الكورة في مصر. من وقت للتاني الكلام بيبقى على مستوى، هل الناتج اللي بيحصل على مستوى اللاعبين أو النتائج اللي بيتحققها الفرق أو المنتخبات بيتلائم مع كم الإنفاق اللي بيحصل على الصفقات؟ عايز أسأل رأيك أنت باعتبارك أنك يعني إيديك على مستوى الصفقات كانت شغالة ما شاء الله في السنوات، وأسماء كبيرة راحت وأسماء خرجت، أنت شايف إزاي المشهد ده فيما يخص الأسعار في الصفقات؟ لا انا شايف ان بالمقارنه باوروبا الاسعار في مصر غاليه جدا، غالية. بس في ناس هتقول ما انتوا بيراميدز هو اللي غلى الاسعار. المعلومه دي مش حقيقيه. اول حاجه غلت الاسعار كانت صفقه صلاح مصر، لو انت تفتكر معايا مظبوط، صفقه صلاح مصر كانت في يناير قبل بيراميدز. اللي هو مالك بيراميدز السابق تمام مصطفى كان تمام الشيخ، تمام بس قصدي اللي رفع، مش مشروع بتاع مش السنه، نادي بيراميدز، مظبوط. واللي رفع لما كان المستشار بتاع النادي الاهلي. مظبوط؟ مظبوط اشتروا صلاح ب 42 مليون وهو مش لعيب دولي، صح ولا لا؟ مظبوط. ازاي ترجع الدنيا؟ ازاي بما اننا بالنسبه لاوروبا اسعارنا غاليه، ازاي الدنيا تظبط؟ الانديه تتفق وتحط سقف منطقي. يعني يحطوا سقف منطقي، والسقف ده ما يبقاش رقم ثابت، يعني ده تراوح بس تبقى العمليه قريبه. مفهوم. على مستوى الناحيه الاداريه جوه النادي، انا لكن اعرف طبعا بالمقارنه باوروبا احنا كمرتبات وكانتقالات وكل حاجه في مصر بندفع اكتر بكتير. بندفع اكتر بكتير، وفي الاخر الناتج مش هو المرضي او مش هو اللي ولو عايز السبب الثاني اللي يزود اللي يقلل الدنيا، ايوه انك تزود عدد الاجانب، فمش تبقى كل النوادي بتتخانق على نفس اللعيبه المصريين. ده هنا بيفكروا في تقليل عدد الاجانب. بالعكس، الموضوع ده فاشل في كل دوريات العالم، ان انت تقلل الاجانب. ليه انت بقى؟ لو عايزين نزود الاحتراف افتح الاجانب واعمل دوري درجه ثانيه قوي، يبقى فيه كل اللعيبه المصريين، واللاعب السوبر هو اللي يلعب في الدوري الممتاز، يا اما يحترف بره. في الحالتين بتبقى المنتخب مستفيد والبلد مستفيد مش ده ممكن؟ والصناعه نفسها بتكبر في مصر. بس مش ده ممكن يعلي فرق قوي عندها امكانيات ماديه ويقلل فرق ما تقدرش تشتري لاعبين اجانب؟ والله انا يعني بشوف ان لو الفرق اللي ما عندهاش امكانيات ماديه دي عارف تركز صح وتشتغل صح بالامكانيات القليله اللي معاها، تقدر تعمل فرقه جامده، ولك في ذلك امثله كتير جدا. لو تفتكر فرقه انبي اللي كسرت الدنيا دي زمان وخدت الكاس وعملت، ما كانش ميزانيتها اكبر من الاهلي والزمالك صح مظبوط وكسبوا. مظبوط.
هما بيفكروا برضو في ان الصفقات لو على مستوى الموضوع الاجانب، عايز اسالك اداره على رايك وانا في النقطه ازاي دي. اتصرف في الفلوس اللي معايا. صح، فممكن تعمل فرقه باللعيبه في الدرجه الثانيه ومن اللعيبه شباب وفي 3 سنين في نفس النادي الزمالك، طيب بس تحط لهم عوامل النجاح يعني. فيما يخص برضو المقترحات، انه اللاعب الاجنبي اللي يدخل الكره المصريه لازم يكون لاعب على الاقل 10 ماتشات دوليه، شايف ازاي؟ ايه مدى نجاح الفكره دي؟ هو الغرض منها ان يعلي مستوى الدوري. لا، لان انت ممكن تجيب مواهب صغيره ما فيهاش دوليه وتضرب، وده في مصر كتير قوي يعني. انت يعني لو تفتكر معايا سامي دلوقتي، يعني في ناس لو تفتكر ويليام جبور ده جه اختبر في الجيش ولا في نادي درجه ثانيه الاول شارع الدخان، وبعدين راح الجيش، وبعدين بقى لعيب دولي من عندك مفهوم. وغيره كتير، وكان هداف الدوري المصري. أنا عموما بحييك وبحيي كمان صديقي الآخر محمد عادل صديق، وببارك لكم على الصعود، وإن شاء الله السنة اللي جاية هنتابع بقى الدوري الإسباني بشكل مختلف كمان، ونواصل فيه نجاحاتك بإذن الله عاصي. وببارك لك مرة تانية، وببارك لكل طبعا المسؤولين في نادي المرية. مليون مبروك، شكرا ليك، نورنا محمد جمال العاصي المدير التنفيذي.